في شركة كبيرة قوي بيدخل ماجد المنياوي، شخصية وقورة جدا ومحترمة. بيدخل متعصب وشد التليفون من ايد هيا السكرتيرة، وبعصبية بيقول: هيا مش تسيب الزفت اللي في ايدك وتشوفي شغلك؟ الزفت اللي اسمه رامي فين؟ انا طالبه بقالي اكتر من ساعة مجاش ليه لحد دلوقتي. ما تنطق يا ست، انتي مالك في ايه؟ انا اسف يا ماجد بيه، بس رامي بيه جه من اكتر من ساعه ودخل على الحسابات، اخد مبلغ كبير ومشي. ايه، خد فلوس تاني من الحسابات؟ هو انا مش قلتلك تدي الحسابات اوامر ان رامي ما ياخدش فلوس الا باذني؟ هو مال سايب ولا ايه؟ انا اسف يا ماجد بيه، بس حضرتك عارف رامي بيه عصب ازاي؟ ما هو عصبي على كل اللي في الشركة، قل عليك انتي. وبعدين ايه الحكاية؟ انا مش قلتلك قبل كده تلبسي لبس محتشم ومقفول شوية؟ هو انتي جاي تشتغلي ولا جاي كباريه؟ بقولك ايه، اتصلي عليه بسرعة يجيلي حالا، حي او ميت، انتي فاهمة ولا لا؟ حاضر يا ماجد بيه، تحت امرك، ثواني هكلم رامي بيه ويجيلك بسرعة. ماجد دخل مكتبه وهو متعصب جدا ومسك التليفون واتصل على المحامي وقال: ايوه يا استاذ ممدوح، اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك طبعا اكيد عرفت المصيبة اللي عملها رامي اخويا، اعمل ايه يا استاذ ممدوح دلوقتي؟ هيفضحنا ولوث سمعة ابويا الله يرحمه، ابويا اللي كان راجل بيضربوا بيه المثل في الاخلاق والاحترام والقيم والمثل. معقول يا استاذ ممدوح رامي اخويا اتجنن ولا ايه يعمل كده في بنت الفراش الغلبان؟ البنت محترمة جدا وكل الشركة بتشهد باخلاقها، ودلوقتي البنت قدمت في رامي بيه ابن المنياوي بلاغ انه اعتدى عليها. اعمل ايه يا استاذ ممدوح؟ انا هتجنن. وعلى الناحية التانية ممدوح المحامي بيرد على ماجد المنياوي ويقول له: ما تقلقش يا استاذ ماجد، الموضوع محلول ان شاء الله، البنت دي غلبانة جدا وطيبة، وانا جمعت عنها معلومات كتير قوي وعرفت ان ابوها شغال ساعي عندكم في الشركة، وهي ماسكة الارشيف بقالها حوالي سنة. من معلوماتي عرفت ان البنت مؤدبة جدا وهادية، ده حتى اسمها هادية. انا بقول يعني نرملها قرشين هي وابوها وان شاء الله الموضوع يتحل. انت بتقول ايه يا استاذ ممدوح؟ يعني يضيع مستقبل بنت ويرمي على وشها مادة، استغفر الله العظيم، وشوه جمال البنت وتقول لي نرملها قرشين؟ هيفيدوا بايه القرشين؟ رامي اخويا ضيع مستقبلها. بصراحة انا مع البنت قلبا وقالبا، وحتى لو رامي اتسجن انا ما عنديش مانع. يا ماجد بيه اهدى، مش معقولة تضيع سمعتك وسمعة رامي بيه علشان خاطر بنتي زي دي. عموما انا هاجي لحضرتك ونفكر سوا، مع السلامة. وبعد ثواني بيدخل رامي اخو ماجد، شاب حلو قوي لكن مستهتر جدا جدا، بيدخل يتطوح وبيقول لماجد: صباحو صباحو يا مجود، ايه يا حبيب قلبي صحي بدري كده ليه وعمال تشخط وتنطر؟ وبعدين مزعل المزه اللي بره ليه؟ انت مش عارف انها الحته بتاعتي ولا ايه؟ بقول لك ايه يا رامي، لو سمحت ترزع قدامي واتكلم باحترام شويه. مزه ايه وزفت ايه؟ على فكره البت هيا اللي بره دي انا هطردها من الشركه، ولو اني ما بحبش قطع الارزاق. قول لي بقى ايه حكايه البنت اللي اسمها هاديه؟ ها؟ هادية؟ قصدك بنت الفراش؟ مالها؟ عملت لها ايه يعني؟ مش فاهم. والله انت مش عارف عملت لها ايه، البنت مقدمة فيك بلاغ، والبنت قاعدة في المستشفى بقالها كام يوم ومتشوهة، والكل في الشركة بيتكلم وبيقول انك حاولت تعمل معاها علاقة وتفتح معاها كلام اكتر من مرة، والبنت صدتك. ايه، هتكذب كل الناس في الشركة؟ رامي انت عارف كويس جدا ان محدش يقدر يكذب عليا، انا لفيت على الموظفين واحد واحد في الارشيف والكل قال لي ان هادية بنتي محترمة جدا ومؤدبة، وانت اللي بتحاول تفتح معاها كلام وتعمل معاها علاقة بقالك كام شهر. ايه يا رامي، خلاص الاخلاق اتعدمت عندك علشان بنتي محترمة ورفضتك تشوهها؟ ايه يا رامي، خلاص ما عادش عندك دم ولا اخلاق؟ عموما هادية مقدمة فيك بلاغ، واشرب بقى وشوف هتعمل ايه. ايه، مقدمة فيا انا بلاغ؟ دي تبقى اتجننت وتستاهل اللي حصل لها واكتر.
بقول لك ايه يا ماجد، اطلع انت من الموضوع وسيب لنا الحكايه دي، والبت دي اقسم بالله لندمها على اليوم اللي جت فيه الشركه. اخرس خالص. بقول لك ايه، البنت دي هيندفع لها تعويض كبير جدا، وانت بنفسك اللي هتتحمل كل العمليات اللي هتعملها عشان ترجع زي الاول. ايه يا ماجد، في ايه؟ انت هتنصر بنت الفراش عليا ولا ايه؟ انا مستحيل طبعا اوافق على حاجه زي كده. لا هتوافق يا رامي. طب عارف البنت اللي مستقبلها ضاع دي هتشتغل فين؟ مين هيرضى يتجوزها؟ اقول لك، بمناسبه الجواز، انت يا رامي اللي هتتجوزها، ولو ما نفذتش كلامي اقسم بربي ما انت طايل مني مليم، ولا مني ولا من الشركه. عارف ابوك الله يرحمه لو كان عايش كان عمل اكتر من كده. انت بتقول ايه يا ماجد، انت اتجننت ولا ايه؟ انا رامي المنياوي اتجوز حتة بنت الفراش ومشوهة كمان؟ لا طبعا. هتتجوزها يا رامي ورجلك فوق رقبتك، وإلا اقسم بالله هخلي ممدوح المحامي يرفع عليك قضية بنفسه ان انت السبب في بهدلة البنت دي، وانا اللي هصرف على القضية واحبسك يا رامي. خلاص الكلام انتهى. رامي بيخرج من مكتب ماجد وهو متعصب جدا. بتقابله هيا السكرتيرة وبدلع وبمياصة، بتقوله ايه رامي، ايه اللي حصل؟ ماجد بماله متعصب كده؟ انا بخاف منه قوي، ده انا كنت هعملها على نفسي. وبعدين سامعاكوا بتجيبوا سيرة هادية، هي البت دي مش خلاص بقى هتبعد عنك ولا ايه؟ بقى انت بتسيب الحلوين اللي زي القمر زيي وتجري ورا بنت الفراش؟ اهي فضحتك وبهدلتك. بقولك ايه يا هيا، احترمي نفسك وما تنسيش ان انا رامي المنياوي صاحب الشركة دي كلها، ومهما كنت حبيبتي وبعزك ده ما يديكيش الحق انك تتكلمي معايا كده. ولعلمك هادية هتيجي ركعة تحت رجليا وتقولي ارجوك سامحني واعطف عليا. بقولك ايه، ماجد عمال يخربط في الكلام وقول قال ايه هتجوزها، شفت المصايب؟ ايه تتجوزها وهي هترضى؟ نعم. بتقولي ايه يا هيا، انت اتجننتي ولا ايه؟ لا يا رامي ما اتجننتش، بس انت عارف كويس قوي ان البت هيا دي دماغها ناشفة، دي دماغها زي الجزمة القديمة، وانت ياما قدمت لها هدايا وخروجات وطلبت منها 100 مرة ان انت تكلمها وتقابلها، والبت كانت بترفض وتقلنا عليك على الاخر. يبقى معقول بعد ما رميت عايز البيت تحنلك وتتجوزك؟ لا طبعا. لعلمك بقى اللي زي هادية دي كرامتها فوق اي حاجة، هي صحيح يعني بنت الفراش وبتقضي نص عشاها نوم، لكن برضو النوعية دي من البنات ناشفة قوي وما تقدرش تلينها ولا بالحديد. بقولك ايه، ولا انتي ولا هي ولا هادية دي تلزمني اصلا، انا كانت عجباني بنت ذكيه وحلوه وكنت عايز امشي معاها يومين وخلاص، انما جواز وهبل لا طبعا. يلا يا حلوه سلام. وبالليل بيحضر الاستاذ ممدوح المحامي لفيلا ماجد المنياوي وبيتكلموا مع بعض. ممدوح بيقول لماجد، ماجد بيه، أنا اتكلمت مع والد هادية ومع هادية وهي في المستشفى، لكن البنت مصرة إن البلاغ يفضل شغال وإنها تسجن رامي بيه، لكن أبوها شخصية غلبانة جدا وبيقول إن أفضل أبوك الله يرحمه عليه وعلى عياله، علشان كده أنا بقول ندخل لها من ناحية أبوها. البنت فعلا وشها متشوه خالص وتقريبا جمالها كله راح، علشان كده انا بقول نراضيها بقرشين ونمسكها وظيفة محترمة في الشركة. لا يا ممدوح، البنت دي لازم تتعوض اكتر من كده، ورامي اخويا لازم يتربى. فعلا رامي اخويا قليل الادب وقليل الرباية، وانا مكان ابويا ولازم اربيه من اول وجديد. رامي هيتجوز هادية وبكرة باذن الله. انا عايز حضرتك تكلم والد هادية او تجيبه لي هنا وتتفق معاه، هادية هيدفع لها مهر كبير جدا، والمؤخر بتاعها هيكون 2 مليون جنيه، علشان رامي ما يقدرش يطلقها في اي وقت. خلاص اظن ده احسن تعويض ليها، وهتيجي معززة مكرمة تعيش في الفيلا دي. انت بتقول ايه يا ماجد بيه، وهو رامي بيه هيقبل بحاجة زي كده؟ بصراحة البنت منظرها فظيع جدا في المستشفى، مع اني لما سألت عنها
عرفت انها كانت جميلة جدا وكل الشباب كانوا يتمنى انهم يكلموها، ده حتى رامي بيه حاول كتير جدا انه يكلمها ويعمل معاها علاقة حب، لكن البنت رفضت. علشان كده يا استاذ ممدوح البنت دي بالذات لازم رامي يتجوزها ولازم تعلمه الادب. خلاص يا استاذ ممدوح انا قلت اللي عندي ومستني منك تليفون بكره بالليل تجيلي هنا وتجيب والد هديه، باذن الله هنكتب الكتاب. وفي بيت هديه بترجع من المستشفى ووالدتها ووالدها بيقولوا الحمد لله على السلامه يا بنتي، الحمد لله انها جت على قد كده. الحمد لله يا بابا، بس ايه هنسكت يا بابا؟ هتسمع كلام المحامي وتتنازل عن القضية؟ تتنازل عن حقي يا بابا في اللي ضيع مستقبلي وضيع حياتي؟ يا بنتي اهدي وصل على النبي، الناس دي واصلة قوي وايديهم طايلة، وانا مستحيل اقف قدام ماجد المنياوي ورامي المنياوي. ها انت ما تعرفيش ماجد ده عصب ازاي والناس كلها بتخاف منه. هو صحيح راجل جد وما يرضهوش ابدا الحال المايل، لكن هنعمل ايه؟ رامي ده اخوه ومستحيل يقف في صفك قدام اخوه. يا بنتي معلش حرام عليكي عشان خاطر اخواتك الصغيرين، انت ما تعرفيش انهم لو مشوني من الشركه هناكل طوب وزلط، اخواتك هيموتوا من الجوع يا هاديه. عشان خاطر يا بنتي اقبلي بالتعويض اللي ماجد به هيبعتهولك، وانسي الموضوع وتنازلي عنه، وربنا يا بنتي يعوضك احسن من شغله. لا يا بابا حرام عليك، انت كده بتضيع حقي وانا مستحيل اسكت ومستحيل اضيع حقي، ورامي ده انا هضيعه زي ما ضيعني. وفجأة برن جرس الباب، وكان على الباب الاستاذ ممدوح المحامي، دخل وقعد معاهم وقال لوالد هادية بقول لك ايه يا حاج يا ابو هادية، اظن انك ممكن تقبل بتعويض لهدية، لكن الغريبة بقى والجديد واللي انا جاي اقوله لك ان ماجد المنياوي عارض على هدية تعويض لا يمكن اي واحدة ترفضه. ها تعويض؟ تعويض ايه يا استاذ ممدوح؟ ايه بذمتك اللي ممكن يعوض واحدة عندها 22 سنة ولسه في اول عمرها عن جمالها وجسمها وشكلها ومستقبلها وشغلها كمان؟ فايه اللي ممكن يعوضني؟ قرشين ماجد بيها يرمهم لي علشان اخوه المدلع المستهتر كان عايز يمشي معايا وانا رفضت؟ لا يا استاذ ممدوح وفر عروضك انا مش موافقة. يا انسه هاديه اللي انا هقولهولك مستحيل تصدقيه وعمرك ما هتسمعيه غير النهارده. اسمعوني يا جماعه لو سمحتوا، ماجد المنياوي بيطلب ايد الانسه هاديه لرامي اخوه. ايه مستحيل طبعا، انا اتجوز الانسان المستهتر ده؟ لا طبعا انا ما بكرهش حد في حياتي قده. تخيل يا استاذ ممدوح انا لو اتجوزته هخلص عليه بايدي. وفر عرضك وارجع قول لماجد بيه ما تلزمناش الجوازه دي. اهدي يا بنتي حرام عليك اللي بتقوليه ده، وقلتلك الناس دول قادري وايديهم طايلة وممكن كمان يضيعونا اكتر واكتر، ومش انتي وبس اخواتك كمان ممكن يضيعوا فيها. اهدي هادية يا حبيبتي وخلينا نفكر ونتكلم مع الاستاذ. بقولك ايه حاج، اظن ان انت عاقل بما فيه الكفاية، واظن عرض زي ده ما يتفوتش. الانسة هادية هتتجوز رامي المنياوي وتروح تعيش في فيلا ماجد المنياوي معززة مكرمة، ومؤخر بتاعها هيكون 2 مليون جنيه، وطبعا مهرها وشبكتها اللي انتوا تطلبوه. ماجد المنياوي عايز يعلم اخوه الادب وحمله غلطته ومسؤوليته. اظن ان الموضوع ده ما يتفوتش، واظن انك كده هتكوني خدت حقك تالت ومتلت. بقول لكم ايه، ماجد المنياوي مستنيكوا بكره بالليل الساعه 8 في الفيلا بتاعته، هنكتب الكتاب والانسه هاديه تقعد في بيتها. هاديه كانت رافضه الموضوع تماما، لكن بعد زن من ابوها وامها ومحايله كتيره جدا هاديه وافقت علشان بس تنتقم من رامي، وكل اللي في دماغها انها تعرف تدخل ليه وتنتقم منه باي طريقه وشر طريقه كمان. وتاني يوم جهزوا كلهم، هاديه كانت لابسه نقاب علشان تداري وشها لانها بجد
جمالها كله راح واتحطمت، وراحوا فيلا ماجد المنياوي، وحضر المأذون والمحامي، والناس كلها مستنية تسمع الخبر ان ماجد نفذ كلامه وجوز رامي لهدية علشان تتنازل عن المحضر اللي قدمته في اخوه. وماجد والمأذون قاعدين وبينادي على الشغالة وبقول يا فاطمة لو سمحتي نادي رامي بيه من فوق وقولي له المأذون حضر والعروسة كمان. حاضر يا بيه تحت أمرك، ثواني بس. وطلعت الشغالة تنادي رامي بيه، لكن للأسف الشغالة نزلت تجري وهي بتصرخ وبتقول هي ماجد بيه، هي ماجد بيه الحقني، رامي بيه مش فوق والدولاب مفتوح ومفيش ولا هدمة في دولابه، يعني معنى كده ان رامي بيه سافر. سافر؟ قصدك هرب يا فاطمة. هأعمل ايه؟ هأعمل ايه يا أستاذ ممدوح؟ شور عليا. بقولك ايه يا ماجد بيه، بصراحة رامي بيه حطينا في موقف لا نحسد عليه، وكده شكلنا وحش جدا. حضرتك ما تعرفش ان الصحافة كلها مستنية برا علشان يعرفوا ان كانت الأنسة هادية هتتنازل عن المحضر ولا لأ. احنا كده بصراحة سمعتنا بتضيع، رامي عمل عملته وهرب، وللأسف حضرتك اللي هتدفع التمن. بقولك ايه يا متر، انا لا يمكن ارجع في كلامي تاني، انا اللي هتجوز هادية، يلا بينا. انت بتقول ايه يا ماجد بيه؟ هو حضرتك واعي للكلام اللي بتقوله؟ معقول ماجد المنياوي يتجوز هادية بنت الفراش اللي وشها مشوه؟ لو سمحت يا ممدوح بيه، احنا مش هنغلط في بنات الناس ونضيع مستقبلهم وبعدين كمان نستعر منهم، ارجوك نافذ اللي بقوله لك، اتفضل معايا. ورجع ماجد هو والمحامي وقعدوا قدام والد هادية، وماجد قال يا حج يا أنسة هادية، انا يشرفني اني اتقدم واطلب ايدك للجواز لنفسي. وهنا السكوت بعم المكان، وهادية بتتسمر مكانها، ما بقتش عارفة تعمل ايه. وابوها بيقول يا ماجد بيه انا حاسس ان حضرتك بتيجي على نفسك قوي، هو حضرتك مش اتفقتي معانا ان رامي بيه هو اللي؟ ارجوك يا حاج، خلاص رامي فعلا ما يستاهلش انه يتجوز الانسة هادية. الانسة هادية بنت محترمة جدا، انا عرفت عنها كل حاجة وملهاش ذنب في كل اللي حصل، فعلا رامي ملوش في الطيب نصيب. يا أنسة هادية أنا بتقدم واطلب إيد حضرتك ويشرفني إنك تكوني مراتي. هادية حست كأن الدنيا بتلف بيها، ما بقتش عارفة تفكر ولا عارفة تاخد قرار. معقول هادية هتتجوز ماجد المنياوي اللي الكل بيخاف منه وبيحترمه وبيعمل له ألف حساب؟ وتم كتب الكتاب وزغرطت الشغالة، وعرفت الصحافة خلاص ان ماجد المنياوي حل المشكلة، والانسة هادية تنازلت عن المحاضر اللي عملاها في اخوه رامي المنياوي. والد هادية سابهم ومشي، والمحامي كمان. هادية بتبص لماجد المنياوي بكسوف، ماجد بيه انا متشكرة قوي على اللي حضرتك عملته معايا، بعد اذنك انا هرجع بيت ابويا تاني، انا بجد مش طايقة اقعد في البيت ده، وبعد اذنك برضو انا عايزه افضل شغاله في الشركه، يعني انا عايزه اكل من تعبي وشقايا، وكمان علشان اعرف اتعالج واعمل العمليات المطلوبه مني. هادية اظن انك دلوقتي بقيت مرات ماجد المنياوي، وما ينفعش باي حال من الاحوال انك ترجعي بيت ابوكي تاني، انت عايزه الناس تقول عليا ايه؟ وحاجه تانيه، انا فعلا موافق انك تفضلي في الشركه، لكن مش في الارشيف زي زمان، انت هتمسكي السكرتيرة الخاصة بتاعتي وهتمسكي كل شغل الشركة، والشغل اللي كان ماسكورامي انت اللي هتمسكيه، بجد ده بقى مالك ولازم تعرفي فيه كل كبيرة وصغيرة. بقولك ايه يا هادية، كل العمليات اللي انت عايزة تعمليها ما تشيليش همها، وعلى فكرة في دكتور كبير جدا انا اعرفه شخصيا، هاخدك ونروح له باذن الله، واذا تطلب الامر انك تسافري بره كل التكاليف علي انا. يا ريت يا هادية تسامحي وتصفي قلبك، صدقيني رامي اخويا طايش ومسكين جدا ومش عارف مصلحته، للأسف شيطانه غلبه،
بقولك ايه هاديه، انا معاكي لحد لما توصلي بر الامان، وباذن الله تعملي كل عملياتك وتقولي لي انا كده راضيه وبقيت الحمد لله احسن من الاول. شغلك هيزيد ومرتبك هيبقى اضعاف اضعافه، وكل اللي تؤمري بيه انا تحت امرك. كل اللي بطلبه منك انك تسامحيني وتسامحي اخويا، فعلا احنا اللي معرفناش نربيه. اتفضلي، اوضتك فوق والبيت كله بيتك، يا ريت تاخدي راحتك. انا متشكره جدا يا ماجد بيه، وانا برضو عايزه اقول لحضرتك اعتبرني مش موجوده، او اعتبرني زي ما حضرتك قلت موظفه في شركتك او السكرتيره الخاصه بتاعتك. يعني لو حضرتك حابب تتجوز وتعيش حياتك انا ما عنديش مانع، يعني احنا جوازنا على ورق وبس. بصي انسه هاديه، انا اصلا الجواز ده ما كانش في بالي، انت اكيد تعرفي عني ان كل حياتي للشغل وبس، يعني ما جاتش الست اللي تخبط على باب قلبي. يا ريت تسيبي خالص الموضوع ده لظروفه وتعتبرينا اصدقاء. بعد اذنك انا بنام بدري علشان اصحى بدري اروح شغلي. وطلع ماجد اوضته وساب هاديه اللي دخلت اوضتها، وبالفعل كانت بدات تطمن وترتاح، لكن كل اللي في دماغها برضو ان رامي يرجع وتنتقم منه. وتاني يوم ماجد المنياوي بينزل شركته وهاديه بتكون سبقته. ماجد بيدخل وبيقول لهايا، انت لسه قاعده هنا ليه؟ مش في سكرتيره تانيه جت ولا ايه؟ ايه ده؟ انت قصدك ان هاديه هتبقى سكرتيره هنا معايا؟ اوكي ما عنديش مانع، بس يا ريت تقعد في مكتب غير ده، لاني بصراحه اخاف من منظرها. لا يا هيا، الانسه هاديه هتقعد مكانك وتكون السكرتيره الخاصه بتاعتي. هو انت ما تعرفيش ان اتجوزتها ولا ايه؟ ايه اتجوزتها؟ ماجد بيه، حضرتك اتجوزت هاديه بنت الفراش؟ بقولك ايه، يا ريت تلمي اوراقك وتنزلي الارشيف، انا اديتهم خبر انك هتمسكي مكان شغل هاديه في الارشيف. وعلى فكره الانسه هاديه كانت شاطره جدا وملتزمه وشغلها مفيش فيه غلطه، يا ريت بقى تسيبي الدلع والمسخره اللي انت فيه وتحترمي نفسك شويه في اللبس. اتفضلي يا انسه. هيا لمت ورقها ونزلت الارشيف ومسكت مكان هاديه، وهاديه طلعت وبقت السكرتيره الخاصه بماجد المنياوي. هاديه مسكت كل الشغل وبدات تفهمه بسرعه جدا، لانها فعلا بنت ذكيه وملتزمه جدا. اما رامي المنياوي سافر بره مصر وبيكلم ماجد وبقول له الو. ايوه يا مجود، صباح الخير يا حبيبي، ايه اخبارك ايه وعامل ايه؟ قال يا اخويا المحامي بيقول لي ان انت عريس واتجوزت. انت اتجننت يا ماجد؟ بقى ماجد المنياوي اتجوز بنت الفراش المشوهه كمان؟ انت اتجننت يا ماجد ولا ايه؟ يا حبيبي دي كان اخرها كام الف جنيه ترمهم لها على الجزمه القديمه. رامي انت فعلا مش محترم وقليل الادب، ولازم تتربى من اول وجديد. هاديه بقت مراتي وليها احترامها، ولعلمك هاديه دي بميت راجل، راجل خايب زيك. بقولك ايه، هترجع او ما ترجعش ملكش عندي حاجه، غير لما ترجع وتعتذر لهاديه وهي تقبل اعتذارك. انت فاهم ولا لا؟ ايه يا مجوده اللي انت بتقوله ده؟ عايزني انا رامي المنياوي ارجع واعتذر لبنت الفراش؟ اوعى كمان تكون منيمها في اوضنا في الفيلا بتاعت ابوك. لا يا ماجد بجد ده كتير قوي. وايه يعني لما تدخل الفيلا بتاعت ابوك وتنام في اوضها؟ هي مش زيها، زي بنات الليل اللي انت كنت بتجيبهم وتبيتهم في الفيلا من ورايا. بقول لك ايه يا رامي، هاديه بقت مراتي على سنة الله ورسوله، ولعلمك البنت قاعدة برة وشايلة شغل الشركة كله اللي انت كنت مضيعه. بقولك ايه يا رامي، انت ليك عندي حقك الشرعي في الميراث، انما كل الارباح والمكاسب اللي انا بعملها من تعبي وشقايا ملكش فيها الا لما ترجع وتتقي الله وتمشي بما يرضي الله. يلا مع السلامة. وبدأ ماجد يشوف شغله، وكل الشغل كان على ايد هادية، كانت شاطرة جدا وذكية. كان اي حد بيدخل على ماجد المنياوي بيستغرب انه ازاي سايب السكرتيرة اللي شكلها مش ولا بد قاعدة بره في مكتبه. ماجد المنياوي اللي يبقى اشهر رجل اعمال، وياما بنات جميلة تتمنى انها تشتغل سكرتيرة عنده. لا والاكتر لما كانوا يعرفوا ان السكرتيرة اللي شكلها مش ولا بد تبقى مدام ماجد المنياوي.
وتمر الأيام. هادية وماجد بدأوا يقربوا من بعض جدا، لكن في حدود الشغل. ولا هادية في دماغها حب، ولا ماجد في دماغه حب، لكن ماجد بيحترمها جدا وشايف فيها البنت الذكية اللي كان بيحلم بيها من زمان قوي. وفي يوم ماجد بيقول لهادية: يا أنسة هادية، بقول لك إيه، في دكتور كبير جدا أنا كنت أعرفه من أيام والدة الله يرحمه. الدكتور ده بيجي مصر شهرين بس في السنة، وأنا حجزت عنده. ده دكتور تجميل كبير جدا، وبإذن الله هنروح بالليل علشان نشوف حالتك. متشكرة جدا يا ماجد بيه، تعبتني نفسك ليه؟ أنا كنت متابعة مع دكتور يعني على قد كده. لا لا لا، على قدك ايه يا هادية، مش عيب الكلام ده، انتي مرات ماجد المنياوي، يعني مفروض اكبر دكاترة العالم تبقى تحت رجليكي. جهزي نفسك وبإذن الله انا متفائل خير. وبالفعل تاني يوم راح ماجد وهادية للدكتور اللي بعد الكشف والتحاليل. بص وقال: ماجد بيه، حكاية مدام هادية بسيطة جدا بإذن الله، أنا بس هاخدها معايا فرنسا ونعمل كام عملية، وبإذن الله ترجع أحسن من الأول كمان، بس أهم حاجة تكون نفسيتها 100%. خلاص يا مدام هادية، تكون نفسيتك 100%. ما تتصوريش إزاي ماجد بيه خايف على حضرتك وموصيني أعمل كل اللي أقدر عليه وزيادة. أنا اتصلت على المستشفى في فرنسا وجهزوا لحضرتك أحدث العمليات وأحدث الأجهزة، وأكبر الدكاترة هيكونوا موجودين معنا بإذن الله. جهزي نفسك والسفر بعد أسبوع. متشكرة جدا يا دكتور، أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، ولا عارفة أقول لك إيه يا ماجد بيه، قصدي يا ماجد. ولا تقولي حاجة يا هادية، انت مراتي ومن حقك عليا اني افضل معاكي لحد ما تقفي على رجليكي وترجعي اجمل من الاول كمان. متشكرين جدا يا دكتور، وباذن الله بعد اسبوع هادية هتكون جاهزة لحضرتك. انا اسف طبعا اني مش هقدر اسافر معاكي، انت عارفة الشغل كتير عندي ازاي، لكن انا هبعت معاكي طقم وممرضات يكونوا في خدمتك. متشكرة قوي، ربنا ما يحرمنيش منك. وبترجع هادية مع ماجد الفيلا، وخلاص بتبدأ تجهز أوراقها علشان السفر بعد أسبوع. ماجد بينفذ كل الكلام اللي قاله لهادية، وبيجهز ليها كمان طقم ممرضات كامل يكون في خدمتها وهي بتعمل العملية. وبعد أسبوع سافرت هادية وسابت ماجد في وسط أشغاله وشركته اللي كان حاسس فعلا إنه افتقدها، وإنها كانت مالية عليه الدنيا وكانت بتساعده جدا في شغله. وبعد يومين رجع رامي من السفر ورجع على الشركة على طول يدور على هيا السكرتيرة، وبيقول لماجد: ماجد انت ازاي تمشي هيا من هنا؟ انت مش عارف إنها صاحبتي وحبيبتي ولا ايه؟ اهلا، الحمد لله على السلامة، اخيرا افتكرت انك عندك شركة واشغال واخ تسأل عليه. قبل ما تسأل على اشغالك جاي تسأل على الانسة هيا ولا مش انسة؟ اصلا نسيت ان انتوا صحاب. بقولك ايه، انت عارف ان انا ما بحبش قطع الارزاق، انا نزلتها الارشيف تحت، وهادية مراتي بقت السكرتيرة الخاصة بتاعتي وماسكة شغلك كله كمان. بقى هادية بنت الفراش بقت السكرتيرة الخاصة لماجد المنياوي، وكمان ايه، ماسكة كل شغل رامي المنياوي. لا بصراحة التعويض كده بقى اوفر قوي يا ماجد بيه. رامي انا بقول كل واحد ياخد حقه، وشوف انت عايز تعمل ايه، هنقسم الشركة وانا هشتري نصيبك منها، وتفضل روح اعمل اي حاجة انت عايزها. بصراحة انا مش عايز اي حاجة حرام في مالي، وانت كل اللي بتعمله حرام. خلاص اوكي، ما عنديش مانع، بس لعلمك بقى انا هاخد فلوسي واسافر اهاجر برا، ما يلزمنيش التجارة والبيع والشراء بتاعك، شوف انا ليا كام وهاخده. تمام يا رامي، ما عنديش مشكلة، ولو احتاجت مني اي مساعدة انا برضو اخوك، وعمري ما قصر معاك في حاجة. رامي نزل الأرشيف يدور على هيا ونادى عليها وأخدها في عربيته، وبقول لها: بقولك إيه هيا، البت اللي اسمها هادية دي قلبت ماجد عليا، وماجد دلوقتي عايز يقسم الشركة. بقولك إيه، أنا لا ليا في البيع والشراء ولا التجارة، بس أنا بقى عايز أخسر ماجد وعايز أخليه يندم إنه قال لي الكلام ده.
بصراحة يا رامي، البت اللي اسمها هادية دي دخلت وقشت. انت تعرف انها قلبت ماجد 180 درجة. قال ايه يا اخويا؟ بكلمها بصوت واطي وبحنية، وبقت عارفة كل مفاتيح الشركة، وكل الناس في الشركة بتعمل لها الف حساب. وقال ايه؟ بيقولوا لها يا هادية هانم. وكمان طلبت من ماجد اخوك ان ابوها يسيب شغلة الفراش ويمسك شغلة في الارشيف معايا. انا بقت راسي براس بيومي الفوق. انا بقت راسي براس بيومي الفراش. قولك ايه يا رامي؟ خطط وتكتك وانا معاك. بصي هيا، انت هتدخلي المكتب، انا عرفت ان هادية مسافرة وماجد بيسيب الشركة وروح بدري. انت بقى عايزك تطلعي فوق، وهعمل لك نسخة من المفاتيح بتاعت ماجد، وتفتحي المكتب وتفتحي الخزنة. عايز كل الفلوس والأوراق اللي في خزنة ماجد تاخديها وتروحي على شقتك. وعلى فكرة احنا الفلوس اللي هناخدها والأوراق المهمة اللي في الخزنة تضيع الشركة كلها، ومش عايز منه حاجة، وانا ساعتها هاخد كل الفلوس اللي في البيت. خلاص خلاص يا رامي اللي انت شايفه، بس انا بقول يعني ما تستنى لما هو يقسم الشركة ويدي لك نصيبك، اكيد نصيبك هيطلع اكتر من الفلوس اللي في الخزنة. لا يا حبيبتي، انا معايا فلوس كتير قوي، ما يلزمنيش منه فلوس. انا كل اللي عايزه الاوراق اللي في الخزنة في الشركة والفيلا، علشان هي دي الصفقات وهو ده شغله مع العملاء. انت عارفة ان ماجد كلمته زي العقد بالظبط، وكل الناس بتحترمه من كلمته. انا بقى عايزه اصغره قدام الناس. اسمعي الكلام يا حلوه، وعلى فكره انا وانت بعديها هنسافر بره. بجد يا رامي انا مش مصدقه اللي انت بتقوله. بقول لك ايه، انا مش عايزه نسافر من غير جواز. هنسافر يبقى نتجوز يا حبيبي، ايه رايك؟ بس ما تتكلميش في الموضوع ده، ما بحبش المقاطعه. يلا يا بيبي انزلي انت دلوقتي، وبالليل تكلميني تقولي لي انك نفذت الخطه. اوكي يا حبيبي، ولا يهمك، يلا سلام. وبالفعل بالليل فضلت هيا في الشركه لاخر واحده، بحجه انها لسه عندها شغل بتخلصه، وفصلت كاميرات المراقبه في الشركه كلها، واخدت المفاتيح وطلعت مكتب ماجد. وبالفعل اخدت كل الفلوس والاوراق المهمه، وقفلت المكتب وراحت على شقتها اللي كانت عايشه فيها لوحدها. في نفس الوقت رامي سرق كل الفلوس والاوراق اللي في الفيلا وراح لها على شقتها. وهناك في الشقه، شاطرة يا هيا، عملتي كل المطلوب منك بالحرف الواحد. بقول لك ايه بقى يا حبيبتي، الشنطة دي ستفيلي فيها الفلوس والاوراق كلها. اوعي يا بت تكوني خدتي اي فلوس زيادة كده ولا كده، ولا ورقة كده ولا كده وقعت منك. انا عارفك لابخة. بقول لك ايه يا رامي، انت همك كله على الاوراق والفلوس، ما جبتش المأذون معاك ليه؟ احنا لازم نهرب دلوقتي، لو طلع النهار واخوك عارف واكتشف السرقة في الشركة هيوديني انا في داهية. انت ناس ان انا كنت اخر واحدة في الشركة ولا ايه؟ بقولك ايه، انا هاخد الفلوس والاوراق وامشي دلوقتي، وهتصل بيكي بكرة اقولك انا فين، يعني هنزل في اي فندق كده للصبح. والله ليه؟ خايف تبات معايا؟ انا اصلا ما ينفعش ابات هنا، ولا انت ولا نبات في مصر كلها. انا مجهزه الباسبور بتاعي، وانت اكيد مجهز باسبورك. يلا يا رامي نهرب، انا مش فاهمه انت مستني ايه. بقولك ايه يا هيا، انا مش هينفع اخدك معايا بصراحه كده، انا معايا ناس تانيه مستنياني هيسافروا معايا. خليكي هنا يا حبيبتي، وانا بقول يعني محدش هيعرف لك طريق، انت اصلا محدش عارف عنوانك، وانا اما اسافر كده واظبط اموري هبقى ابعت لك. لا يا رامي، انت مش هتخرج من هنا غير واحنا متجوزين، يا اما تسيب لي شنطه الفلوس والاوراق هنا، ولما تظبط امورك اسافر لك انا بالفلوس والاوراق. انت اتجننت يا بت ولا ايه؟ اوعي من وشي. ودبت خناقه ما بين رامي وما بين هيا، وعلى اثر الخناقه هيا صرخت ورامي بدا يضرب فيها، تجري ناحية البلكونة وتفتحها وتصرخ وتنادي على الناس ينجدوها من ايده. لكن للأسف بعد المشادة الكلامية والضرب والخناق هيا وقعت من البلكونة. الجيران اتلمت عليها والدنيا كلها عرفت بالحادثة، وتم القبض على رامي ودخل السجن. وبعد حوالي أسبوع ماجد كان نسي هادية خالص، وبيجري ورا رامي في الإقسام.
رامي دلوقتي بقى متهم في قضية أكبر كمان من قضية هادية، وللأسف ما ينفعش الضحية المرة دي تتنازل عن القضية. لا، والأكتر إن ماجد كمان اكتشف سرقة الفلوس وتم توجيه التهمة لرامي اللي لقوا معاه الفلوس في بيت هيا. وبعد أكتر من شهرين كانت هادية خلصت عملية ورجعت أجمل من الأول بكتير، ورجعت على بيت والدها اللي كان هو وأمها طايرين من الفرحة. والأب بيقول: يا بنتي انت لازم تقفي جنب ماجد بيه، انت ما تعرفيش ربنا خلص لك حقك ازاي. رامي بيه دخل السجن في قضية كبيرة قوي، هو وهيا السكرتيرة ربنا يرحمها برحمته ويغفر ليها ويسامحها، انما ماجد بيه عايش دلوقتي في دوامة. وماجد يا بنتي يبقى جوزك، لازم تقفي جنبه وتفضلي معاه في المحنة دي. ويا ريت يا هادية يا بنتي تنسي خالص فكرة انك تاخدي حقك من رامي، علشان ببساطة يا بنتي ربنا خدلك حقك. هادية قلبها اطمن، كانت فرحانة جدا ومبسوطة بشكلها، لبست احلى لبسة عندها وراحت الشركة علشان تقابل ماجد اللي اول ما شافها اهلا وسهلا. هو مين حضرتك؟ مين حضرتي؟ انا هادية يا ماجد، هادية مراتك. ايه هادية؟ الحمد لله على السلامة، ايه الجمال والحلاوة دي، الله اكبر الله اكبر، الحمد لله على السلامة يا هادية. يا ما تعرفيش انا مبسوط ازاي وفرحان لك ازاي، انا من زمان قوي الفرح ما دخلش قلبي ولا بيتي. الحمد لله على السلامة يا هادية. الله يسلمك، انا جيت لك علشان اقف معاك في محنتك واقول لك كمان الف شكر على كل اللي عملته معايا. لا، ألف شكر على إيه؟ أنت مراتي وأنا جوزك، وكان لازم أقف معاكي وأعمل أكتر من كده كمان. بقولك إيه؟ يلا نرجع بيتنا، علشان بجد بيتنا وحشني قوي، وحشني فيه صوتك. أنا بجد يا هادية ما عرفتش قيمة البيت والأسرة غير لما عرفتك واتجوزتك. هادية، أنا الأول اتجوزتك شفقة، اتجوزتك علشان أصلح غلطة أخويا، لكن بجد أنت طلعتي أحسن حاجة في حياتي، أنت طلعت النصيب الحلو اللي ربنا شايله لي. وبعد حوالي 6 شهور والقضية شغالة، رامي اتحكم عليه ب25 سنة سجن، والحكم ده يعتبر مخفف. أما هادية اتجوزت بالفعل ماجد المنياوي وخلفت ولد وبنت زي القمر، وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. وكانت هادية النصيب الجميل اللي ربنا شايله لماجد، وكان ماجد العوض الجميل اللي ربنا عوض بيه هادية وجاب لها حقها. دمتم في حفظ الله.